إذن مشاهدي متابعي قناة فيسبرس، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر هنا من مدينة فاس. كتشوفوا هاد الناس هادو واقفين، هادو كيقول لك تنصب علينا بطريقة اللي هي ديال سمع الميت على حساب الكلام ديالهم اللي كيقولوا. التسويق الهرمي هادو كانوا كيجي يعني كمتفقين كيبيعوا يشيروا بعضياتهم هكا، يحاولوا ما أمكن ناخذوا المعطيات ما عندهم هما، لا يقولنا شنو وقع لهم بالضبط على اللسان ديالهم. خويا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اسم الصفة وش وقع لكم؟ كيفاش القصة ديال هادشي اللي وقع؟ كنشكروا بعد الصحافه ديال فيس بريس. المهم حنا تعرضنا لواحد العمليه ديال حنا ضحايا، وتعمل تعرضنا لواحد العمليه ديال النصب من طرف واحد شركه هي وهميه. حنا ما كناش عارفين في الاول بلي راه شركه وهميه. دخلنا لها عن طريق بعض الوكلاء اللي دخلوا لنا هاد الشركه. قال لي هي شركه اسم ديالها، خلينا نقول الاسم ديالها. هاد الشركه دخلوها لنا بالله عندنا واحد النصيب ديال الربح. هي هاد الشركه هادي كتسوق الطاقات المتجدده، بالله نتعاملوا ادخل بواحد النصيب ديال المال ديال الفلوس ديالك على حسب الاستطاعه ديالك. كتبدا من 1600 درهم كتوصل حتى ل 18000 درهم. يعني الشركه تاخذ الربح ديالك هكا؟ لا، كتاخذ الربح ديالك في 24 ساعه. كدير واحد العمليه ديال السحب عن طريق الهاتف. واش هذا الشيء لقيتيه عبر التواصل الاجتماعي ولا تواصل بكم شي واحد ولا كيفاش؟ لا ما كاين لا تواصل اجتماعي لا والو. هذا تواصل معكم شي واحد هو اللي تواصلوا معنا الناس اللي كي اللي كيروجوا لهذا الشركه. قال لك بالله الشركه هذه دخلت يعني دخلت للمغرب وكدير استثمار. ولا دخلت الا دخلتي بواحد مثلا واحد 4000 درهم كتربح واحد 80 درهم. دخلتي ب 10000 درهم كتربح 250 درهم. ولا جبتي مثلا عيطتي شي صديق ديالك ولا الزوج ديالك ولا شي حاجه كتاخذ عليه واحد النسبه. حنا جبنا الحال دخلنا. واش هاد الناس، سمح لي، هاد الناس كلهم واقفين هنا كلهم بنفس الطريقه تنصب عليهم؟ هاد الناس هادو ما كاينش حتى 1% ما كاملش، هاد الناس كاملين تنصب عليهم. واش كاين بزاف؟ راه كاين هنا في المغرب على هنا في المغرب على الاقل كاين واحد 1500 واحد في المغرب تنصب عليهم في فاس. وفي المغرب 30000 واحد، 30000 شخص. شوف هاد الشركه هادي اللي دخلت سميت راسها شركه، راه صبت على الاقل واحد 50 مليار. راه ماشي سهله ديال المغاربه. الناس كاين اللي الناس اللي العيالات اللي طلقوا، كاين الناس اللي وقعوا لهم مشاكل نفسيه. المهم شنو نقول لك، انا كنوب على بعض الاشخاص. يفهم دابا كاين اللي ما فهمش الموضوع دابا الطريقه كيفاش. تواصلتي معاهم كتسيبطوا لهم الفلوس في البنك ياك ولا فاش كتسيبطوا؟ لا، كنعطيهم فلوس كاش. كتلقاو باشخاص هادو؟ اشخاص هادو كتعطيهم فلوس كاش. مثلا تعطيهم 4000 درهم، كتعطيهم 4000 درهم كيدخلك كيصوب لك واحد الابليكاسيون عبر الهاتف. كيصوب لك هذيك الابليكاسيون كيقول لك العمليه ديال السحب. كتكليكي واحد العمليه ديال السحب في الليل في الصباح كتدوز لك 250 درهم مثلا في النهار. هادشي فوقاش انت فيه هادشي؟ انا هي جديد، انا ماشي من القدامى. القدامى هما اللي ضربوا الفلوس. انا شهر عندي في هاد الشركه. انت شحال نصبوا عليك الفلوس؟ انا نصبوا عليا في 10000 درهم. 10000 درهم؟ نعم. الطريقه شكون هاد الشخص اللي جا عيط لك؟ بلا ما نقول الشخص هو كاين. يعني واش كتعرفوا شخصيا ولا غير هو اتصل بك؟ لا، كنعرفوا ماشي شخصيا بزاف، ولكن كنعرفوا. وجهو تعرفوا؟ كنعرفوا. ماشي اجراءات قانونيه؟ لا ما درناش. اول خطوه درناها هي الصحافه. وكاين الناس باغيين يتابعوا يدخلوا معاهم في دعوه قضائيه. شكرا. يلاه شكرا لك. كشو مشاهدينا الكرام، هاد الناس هادو. خويا السلام عليكم. السلام عليكم. اخ عاودنا واحد القصه اللي هي غريبه بالنسبه لكم، ان شخص جا عندكم وعطيتوه الفلوس على اساس ان ديروا معاه يعني هاد التجاره، وبعدها كتروح تاخذ البورسونتاج. كيف القصه ديالك؟ شحال تسوي الفلوس انت؟ انا بالنسبه لي انايا هاد الشخص هذا تنعرفو، يعني دخلنا على اساس كاينه شركه يعني على ارض الواقع. ديك تاع سرجي التليفونات ديال الساج ديال الباتريات على الصعيد العالمي.
وفتحوا فروع في المغرب وفي بزاف ديال الدول. يعني على اساس ان راها على ارض الواقع، انا ما عرفت حتى حاجه، لان تقريبا يلاه دابا هذه شي شهر، شهر ما كاملاش، مازال ما دخلت حتى حاجه، ودخلت راسي انا ودخلت المالين الدار ديالي يعني بثلاثه بينا عاد جديد. مشيت ضحيه يعني راه اكثر من 2 مليون اللي مشات لي انايا، مازال ما شديت فيها حتى شي حاجه، او تنطلبوا الحق ديالنا، هذا هو اللي كاين. سير رجع كتعيطوا له في التليفون كتشوفوا؟ لا معروف، دابا حتى الوكيل ديال المدينه راه كان هنايا غير دابا، راه متبع عنده الجواسيس ديالو هنايا معنا، وتيحاول يعني دايرين جروب في هاد الضحايا ديال هاد، راه الاف اللي كاينه ديال الضحايا، ولكن جاو غير هاد الناس دابا اللي شفتوا هنايا. ولكن قلت لي وكيل المدينه، واش واحد منهم؟ شي واحد من وكيل المدينه، لان كل مدينه راه تفتح مقر، يعني راه بطريقه رسميه مكلف، اللي مكلف وكيل يعني كاين وكلاء. حنا دابا مثلا انا دخلتني وكيله، هذيك الوكيله راه هو اللي دخلها مثلا، يعني شي مرشي فاش نقول لهم اعطيونا رزقنا تيقول لك انا براسنا ماشي لنا رزقنا، حتى هما قال لك تنصب عليهم، هذا هو الجواب اللي تنسمع من عندهم هما. واحد اخر شي زميل ديالكم تا هو تنسب عليه؟ واه هما العدد راه كاين بزاف الناس، راه الالاف اللي كاين حتى في فاس هنا، راه الالاف، غير بنادم ما تيخاف ما تيبغيش يبان، ما تيبغيش يشوف الامور ديالو. كاين شي مشاهدينا الكرام الطريقه اللي قال لك تنصب علينا، حنا شخص قال لك كيعرفوه حسب اللسان ديالو، قال لك هذا الشخص حنا كنعرفوه، حنا عطيناه الفلوس، حيد ولدي ولدي حيد با يعطيك رضا. قال لك هذا الشخص، هذا السيد هذا قال لك حنا كنعرفوه حنا، وهذا السيد اللي معاه قال لك مازال اول اجراء هي التجئنا للصحافه، السلطه الرابعه هي اللي توصل الصوت ديالنا، عاد نمشيو للاجراءات القانونيه. ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.